تنظم اليوم نادي لانوريا ذكرى العشر سنين ديال الوجود ديالها او يعني بتظاهرات عفوا بتظاهرات رياضيه في جميع الانواع الرياضيه. مشكور يعني النادي لانه تيجمع واحد العدد ديال الرياضيين وكذلك عدد ديال الاشخاص اللي تتهتم بالرياضه، وكذلك من اجل تشجيع الممارسه الرياضيه بالنسبه للفئات الصغرى والكبرى وكذلك الممارسه الرياضيه بالنسبه للعموم. فهذا يعني شيء جميل، ومشكورين يعني المسؤولين في شخص سي امين الحلو لانه هو شاب من الشباب المغاربه اللي هو طموح وكذلك تيحب بلادو تيعتني بالرياضه عامه. كاين كره المضرب، كاين كره القدم، يعني مدرسه اللي خاصه بكره القدم وكذلك الفروسيه، ويعني كاين انواع رياضيه اللي هي مهمه باش ممكن تعطي بعض الانواع ديال الرياضات ابطال في المستقبل ان شاء الله. شيء جميل لانه التكريم بالنسبه لي هو اعتراف في بعض الشخصيات الرياضيه وكذلك اللي كتهتم بالشان الرياضي. فهذا هو الخاصيه ديال لانوريا وكذلك الخاصيه ديال المسؤولين على الاداره ديال لانوريا. تكريم اليوم اللي بغاو الاخوان هنا ديال لانوريا يعطوني هنا في هاد المحل، هذا اللي تنعرفوه انا شخصيا حيت شفتوا كيفاش بدا وشفت الرغبه ديال هاد الاخوان هادو هنا ديال العائله الحلو باش يوصلوا للنادي لهذا المستوى، ومازال احسن حيت باقي مازال تتسناهم خدمه وهم عارفين هاد المساله هذه، ولكن ما عمرهم هبطوا يديهم، بقاو تيخدموا والكلوب شفناه غادي وتيكبر وتبارك الله. سيرتيفيكاسيون ديال لا فيدراسيون ماكوين دو فوتبول، شفنا لي زاكتيفيتي ديال الهاندي سبور، شفنا البادل، شفنا التنس، شفنا الواتر بولو. دونك تبارك الله واحد النادي مثالي اللي خاص بزاف ديال النوادي تا هما ياخذوا عليه العباره باش تا هما يكبروا وتبارك الله يديروا خدمه مزيانه. جيت سعداء اليوم داخل نادي لانوريا المحمديه اللي هو كلوب الحمد لله كبير في الصعيد الاقليمي والوطني الحمد لله، باحتضان هذا الحدث الهام خصوصا وانه يصادف ذكرى بولي الحسن ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن. وحنا سعيدين باستضافه مجموعه من النجوم الرياضيه الوطنيه ورجال الصحافه والاعلام قصد تكريمهم على المسار الرياضي المتميز، ودورهم في إبراز الراية المغربية في جميع التظاهرات الإفريقية والوطنية حتى الدولية الحمد لله. نادي لانوريا هو نادي مغربي تم إنشاؤه سنة 2014 منذ 10 سنوات، احنا سنحتفل بالسنة العاشرة بالنادي، قصد تطوير الرياضة الوطنية في عدة مجالات وأصناف الرياضة الحمد لله، كرياضة كرة القدم، تنس، السباحة وركوب الخيل. والحمد لله استطعنا في تكوين مئات الأطفال والشباب في رياضة في هذه الرياضات، وحنا طامحين باش نقدموا أبطال إن شاء الله واعدين إن شاء الله في ليزيفينمون اللي جايين، كسوا لا كوب دي مون ديال 2030 وإن شاء الله وفي جميع الرياضات الآخرين إلى كتاب.